السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. جيت نوريكم واحد الكريم، هو واقي شمس، واقي شمس للوجه والجسم، خاصة للبشرة المتضررة والحساسة والمتهيجة. هذا واقي الشمس، هذا نوريه لكم، هو هذا نيروفا سيكاديان، نيروفا سيكاديان 50 بلس، هو منتوج فرنسي الاستعمال الخارجي فقط، تتوفر على 40 مليلتر من هذا 40 مليلتر بور لي بو ليزي اي ايريتي. نيروفا سيكاديان 50 بلس اس بي اف 50 بلس للبشرة المتضررة والمتهيجة، وهو واقي شمس للوجه والجسم. بالنسبة لهاد لاكريم سولير نيروفا سيكاديان 50 بلس اس بي اف 50 بلس، فتصلح يعني الميزة ديالو انه تصلح الجسم كذلك، ماشي غير الوجه فقط، بفضل القوام ديالو عبارة عن سائل يعني سريع في الدخول للبشرة. يتكون من حمض الهيلورونيك ومن النحاس ومن الزنك، يعني هذا سبب في كونه مهم جدا لترميم الحاجز الجلد، خاصة للبشرة المتضررة والبشرة التي تم تدخل جراحي فيها. فهو أصلا مصلح، يصلح المشاكل ديال البشرة المتهيجة والمتضررة والحساسة، أيضا مرطب لهاد البشرة هادي، حامي هاد البشرة، يعني اوبتيمال الحماية ديالو، اوبتيمال يعني عالي الحماية. أيضا استعادة الجلد لصحته بعد أثار التلف اللي يقدر يوقع لهاد البشرة ديال هاد الجسم هذا. هو فعال في إعادة ترميم حاجز الجلد، خاصة بعد التدخلات الجراحية التجميلية مثل الليزر يعني وغيرها، يعني التقشر الكيميائي والكربوني وعدة تدخلات التي يقدر أن الإنسان يقوم بعملية جراحية ويغيرها في هذا الجسم ديالو. بالنسبة ليه سيت ان سوان ريباراتور، سيت ان سوان يعني ابيزون، يعني مهدئ. طريقة الاستعمال ديالو، يجب استعمال كمية كافية، يعني كمية بالنسبة للبشرة، ملعقة صغيرة، يعني ملعقة صغيرة تكون عمرة، هذيك هي النسبة الكافية للبشرة باش تقوم باش يقوم بحمايتها من أشعة الشمس. يوضع على المنطقة المراد حمايتها قبل التعرض في أي قبل التعرض لأي نوع من الأشعة، يعني الأشعة الشمسية. ويجب تجديد هذه العملية هذه كل ساعتين، وكذلك كلما كانت البشرة مبللة، أي بعد الحمام أو بعد نشاط رياضي، خاص ضروري يتعاود يستعمل. يجب تفادي لمس منطقة حول العينين. بالنسبة للأطفال أقل من 36 شهر، أي 3 سنوات، فالاستعمال ديالو ليهم خاص ضروري باستشارة طبية، هذه ضرورية. بالنسبة لهذا المنتوج نيروفا،
فكما قلت لكم بالنسبه لهذا المنتوج نيروفال، هذا الشيء الايجابي فيه هو انه بدون بارابين بدون عطر، يحفظ في مكان بارد وجاف، تتوفر على 40 ml، يعني نسبه مهمه، والثمن ديالو يعني الثمن ديالو مزيان، يعني ماشي غالي بالنسبه لي زيفي ديالو اللي يعني بالنسبه لداكشي اللي تيعطي، فالثمن ديالو رخيص يعني بارابور لبعض الكريمات اللي نقدروا انهم يكون فيهم هذه المميزات، تيقدروا يكونوا غاليين، هو ما غاليش بحالهم، يعني المميزات ديالو كثيره والثمن ديالو ما غاليش. نتمنى انكم تجربوا هذا المنتوج هذا، خاصه كما قلت لكم البشره المتضرره والمتهيجه والحساسه، لي بو لي زي ايريتي، فهو منتوج اللي في الصراحه مقبول ومهم جدا لهذا النوع ديال البشره، وشكرا.